47 واحد، 47 واحد انقتلوه اول يوم. هذا من العيلة تبعتنا لحالنا. انا كنت عمري 8 سنين، كانت الساعة 5 كنا نايمين، دخلوا على البيت ورش ابوي قتلوه. امي راحت اسيرة، جبت اخوي ومشيت من السرير رحنا مع جيراننا هربنا، واحنا هاربين على عين كارم في اللي سيد عمره 70 سنة كان مقتول ومرمي في الارض. اثرت فيا سيدي ابو ابوي، وقتلوا جميع الناس منهم خالي اخو امي كان عمره 30 سنة. طلعوهم من البيت وصفوهم كلهم صف واحد بالصهاينة ورشوهم. عمي حرقوها، هي وولادها حرقوها في البيت. تكون الحياة يعني مشيت بصعوبة، ولحد الآن ولا أزال أذكر دير ياسين. رحنا زرنا الدار أنا وبنتي وبناتها، رقطت لوز منها. Our house was beautiful. Back in 1930s, it was a two-story. Dir Yassin was known for its pure air, and it was high up in the mountains, so it has this very serene type of environment. وبعدين طلبنا إن نشوف البيت، قالوا لنا لا ما شفناهوش، بس من ورا الدار كنا. Oh my God. والله يعني لا يوصف الشعور. حزنت كتير كتير لأنه تذكرت أبوي. تذكرته كثير أبوي. بكيت كيف كان يقعد ويحط الأرجيلة ويقعد على البرندة. كان يقعد عليها ويأرجل. طبعاً البيت أثر فيا كثير. البيت تذكرته. كل إشي بتذكره. فإشي صعوبة يعني كانت نروح على المدرسة ونيجي ما أحلى. هاي أنا من عمري 15 سنة فيها. هاي زينب. تيتا describes the story, how she recounts it. She does it without any kind of hatred in her heart. So for someone who lost so much from there, it's interesting to see that she doesn't have intolerance of people that were intolerant to her. There's a lot of suffering, but there's also a lot of hope and resilience that's there too. I'm definitely gonna go back, and I always tell my kids, I'm gonna be that ship that anchors in the sea, and hopefully I will bring them there. I'm gonna do everything in my power to get some of the land back. It'll be multi-generational, go for years. والله لو تقول لي تحررت فلسطين، والله أول وحدة بتكون في دير ياسين.